البنات كدايرين لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم جات عندي بنت خالي زنوبة ودخلتها جات عندي ودخلتها معايا للكوزينه. بغيت نصايب واحد الكيك وبغيت نشاركو معاكم. الصراحه كيعجبني وكيعجب وليداتي. انا نعطيك المقطف ياك الا اوكي الا ما عجبنيش ما غيتحطش الفيديو كاع. اوكي المهم غنشارك معكم مقادير ونشارك معكم كل شيء، نشارك معكم نهارنا كيف غندوزوه ان شاء الله. البنات انا غنشارك معكم مقادير ديال الكيكه اللي قلت لكم. عندي 3 ديال البيضات، عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت، كاس ديال سنيده. انا كنستغنى على دانون وكندير كاس ديال ليمون، وعندي قشور ديال ليمونه، 3 ديال الخرمانات حمر، واحدة ديال الفاني. غنبدا معكم بسم الله. نطيح لك القشور مهنيا صافي. ملي خدمتي معايا ملي خدمتي معايا انت درتي يدي ما خصكيش ديري كومونتير. لا لا هكا غادي نديرو زيت. كيف ديال الزيت ما عمرش حتى الفوق. ندي نتعلم سنين عندي مكياج وكاس ديال السنيده. وغادي نخلط مزيان. اللي بغات ديرها في مولينيكس ديرها، انا كنفضل نخدمها غير بيديا صراحه. من الباتور انا كنفضل انا نخدمها مزيان غير بيديا. دابا غادي نزيدو ليها شويه تاع الليمون ديال نفس الليمون اللي عصرت. غنديرو كاس ديال الليمون حيت كنستغنى على دانون، ما كنديرش انا دانون. كاينه كيكه اللي كندير فيها دانون وهذه انا ما كنديرش فيها، كتعجبني وكتعجب وليداتي. كعصير كاف فيها لي فيتامين سي. دابا نحركو مزيان. كيما قلت لكم اللي بغى يخدم مولينيكس يخدمها. دابا غادي ندير ليها حتى الفاني. كتعطي لوكي كتعطي واحد لوكي زوين. والطحين صراحة انا ما عرفتش شحال غادي يكفيني ديال الطحين، انتم غادي تشوفوا. المهم نتوما ما خصهاش تكون ثقيله، ما خصهاش تكون خفيفه بزاف بحال الكيك العادي. المهم مازال خاصني الطحين، غنزيد غير نص كاس وعاد نشوف واش نزيد ولا لا. وغندير صراحه نسيت واحد الحاجه. ما درتيهاش في الاول؟ لا بعض المرات ما قلتلكوش، بعض المرات كندير غير جوج خميرات حمر وكطلع ليا، ولكن اليوم عندي 3. نزيد شويه ديال الطحين. المهم بحال عندنا جوج كيسان كبار نقص منهم غير هاد شويه. كما كتشوفوا معنا البنات ما كتكونش ثقيله وما كتكونش خفيفه، كتبان بحال الكريم. كتطلع زوينه الصراحه. كنفوت غنشد المول ديالي بعد ما دهنته بالزيت والطحين. وغادي نخوي عليه الكيك ديالي. وبنات واحد الحاجه اخرى باش الا بغيتوها تطلع لكم خاصكم تعليو يديكم باش يطلع
باش كيدخل ديك الهواء هو اللي كيزيد ينفخها. المهم هذه المعلومات انا عرفتها نشاركها معكم. طبعا متعلمة انا. واو ياك البنات دابا غادي ندخلها للفران حيت انا ما عنديش الفران ديال الضو ما يمكنليش نقول لكم الدرجه ديال الحراره. المهم نتوما غادي تشوفوها ملي تطلع غادي ديروها من الفوق ملي غادي تطلع وتشد راسها غتوليو تهبطوها باش تحمر لكم. يلا المهم ملي نتلاقاو من بعد ما طيب لينا البنات. من بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا تحمرات. انا الصراحه كيعجبني ندير فيها الكونفيتير ديال المشماش. غادي نزينها غير بالكونفيتير ديال المشماش. المهم كل واحد والرغبه ديالو في التزيين ماشي ضروري ديري بحال. وغندير فوقها الكوك كيعجبني حتى الكوك كيعطي منظر كيعطي منظر كيعطي واحد النسمه زوين واحد اللون زوين. بعد ما ساليت الكيكه البنات انا رجعت بغيت نصايب معكم البغرير بغيت نشاركو معكم. انا غادي نقول لكم المقادير اللي كندير. الصراحه هذا البغرير هذا علمته لي اختي هي اللي علمته لي انا ما كنعرفش ندير البغرير. غادي ناخذو مولينكس عندنا جوج كيسان كبار ديال الفينو. اللي ما بغاش يدير الفينو يدير السميده سميده رقيقه. وعندنا كاس صغير ديال فورس جوج خمارات معلقه ما عامرهاش ديال الملحه معلقه ديال الخميره الفوريه معلقه ديال سنيده. وعندنا ثلاثه ديال الكيسان كبار بحال هادو البنات ديال المدافي غنسبقوا بهم هما الاولى في مولينكس. وغادي نديرو الكيسان ديالنا ديال الفينو. ونديرو السنيدة والخميرة. والملحة. وغادي نزيدو فورس. ودابا البنات غادي نطحنو كلشي في الخلاط ديالنا وعاد غادي نزيدو عليه الخميره الحمراء. البنات بعد ما خلطنا كلشي في الخلاط الكهربائي غادي نزيدو نص كاس ديال الماء دافي نص كاس. حيد منا شو لاباس نديرو نص كاس ديال الماء وغنديرو جوج كيسات نتاع الحلوى. ونرجعو نخلطو كلشي. البنات دابا صافي خلطت في الخلاط الكهربائي وغادي نخليه ما بين 5 دقائق حتى 10 دقائق. البنات من بعد ما خمر لينا البغري ديالنا انا درتو كيطيب. صراحه راني درت وحدي الطابو زينا اهما نكون كيف جا نحيدوها باش غندير طيب واحدة أخرى. Thank you.
كلوا عندنا. يلا نخليكم دابا ان شاء الله في فيديو جايين. يلا باي.